مرحبا مواليد برج الحمل، معكم كارمي شماس. اليوم بدي احكي عن الاسبوع اللي بيبدأ بالتنين 26 اغسطس وبيخلص الاحد 1 ايلول سبتمبر. بهيدا الاسبوع في عنا الشمس موجودة ببرج العذراء، وفي عنا قمر جديد ببرج العذراء، يعني القمر والشمس بيلتقوا ببرج العذراء يوم الجمعة الساعة 1 او فينا نقول 2 الا 3 بعد ظهر توقيت بيروت الصيفي. قمر جديد بلاك مون بيقولوله، وهو نيو مون، هو سوبر مون، قمر عملاق. فكيف بده يكون هيدا الأسبوع؟ التنين والثلاثة القمر موجود ببرج السرطان، وحابة لكم لازم تتابعوا الأبراج اليومية لتاخدوا فكرة عن كل يوم بيومه. في أفكار جديدة دايما بحطها بالأبراج إن كانت الأسبوعية أو اليومية، فحلو تكونوا مطلعين عليها. التنين والثلاثة القمر موجود ببرج السرطان، بخلي هالقمر انه يومي اثنين وثلاثة يكون فيهم عجقة شغل، يكون فيهم ركض، يكون فيهم اكسرسايزز زيادة، ويكون فيهم بعض المسائل العائلية يلي بتكون متطلبة، يلي بتخليكم تكونوا عطلانين هم، او يمكن عندكم مشاريع حلوة لكن بتركضكم. اثنين وثلاثة يومين متعبين لإلكم، اهتمامات غريبة عجيبة ومعقول تخليكم تسهروا، ويمكن تكونوا مزاجيين شوي. الأربعاء والخميس ومع وجود القمر ببرج الأسد، أنا بصراحة بعتبر أنه الأربعاء والخميس هن من أفضل يوم أيام شهر، من أفضل أيام هذا الأسبوع فعلا، هن الأفضل، هن الأقوى، وهن الأنجح بالنسبة لكم، وبيخلوكم تتفوقوا وتوصلوا وتنجحوا. فرتبوا كل الأسبوع على أساس أنه شغلكم المهم رح بيكون الأربعاء والخميس. الأربعاء والخميس إذن وتحت تأثير القمر ببرج الأسد، في انفتاح على الأحبة، في انفتاح على الإنجازات، في أبواب بتفتح بوجهكم، بتنجحوا بروح الهم يلي عتلتوا همه التنين والتلاتة. الجمعة والسبت كل العالم هو تحت تأثير هالنيو مون، هالسوبر مون، القمر العملاق الموجود ببرج العذراء، يلي بالنسبة لألكن بيخلق لكم يا أما وجعة راس جديدة، يا أما بيخلق لكم شغل جديد، يا أما بتصيروا مهتمين بإنقاذ مشروع أو البدء بمشروع الجمعة والسبت. وكأنه هالأمر الجديد هو نوع من فكرة جديدة عم تخلق، فعلى الأرجح في شوية تعب، في شوية ركض، في اهتمامات خاصة عم تفكروا فيها، ويمكن هالاهتمامات تكون على مجال صحي لحتى تطبقوا أمور، لحتى تنجحوا، لحتى توفقوا، ولحتى تأمنوا بعض القصص لإلكم. فالأجواء عندكم منا سلبية لكنها متعبة، عملوا حساباتكم، هالشيء الجديد عم يخلق لازم أنتوا تزبطوا. في احتمال يكون شغل جديد، ليه لا، يمكن يكون كمان مسألة مهمة اجتماعية. أما الأحد 1 أيلول سبتمبر فالقمر بيكون ببرج الميزان، القمر ببرج الميزان عم بيعكسكم، ففيكم توقعوا أنه الأحد يكون نهار متعب ونهار طويل، بدكم طولوا بالكم، المزاجية ما بتناسبكم، المزاجية معقولة تزعجكم ومعقولة تسبب لكم مشاكل، يمكن مع شريككم بالحياة، يمكن مع شخص غريب، الأجواء منا سهلة. بدكم تنتبهوا من يوم الأحد 1 أيلول سبتمبر يلي فيكون نسبيا هو من أسوأ أيام هيدا الأسبوع. هلأ يلي بعتبرهم فعلا بهذا الأسبوع هني الأكثر حظا بسبب المثلث الفلكي من المشتري لألكن، فيها تكون مواليد 5 6 و 7 نيسان أبريل، ما معناتها أنه بقية المواليد منا محظوظة، بقية المواليد كمان محظوظة. ركزوا، برجع بقلكن ركزوا على أو أعمالكن الصعبة المهمة، خلصوها يومي الأربعاء والخميس وتجنبوا الأحد للمشاكل. هيدي باختصار الأسبوع من 26 آب للتنين للأحد 1 أيلول سبتمبر. بدي أتمنى لكم أسبوع موفق، إلى اللقاء، باي باي.